افتحي بعرفك جوا. سيارتك تحت افتحي. شوي بالله فات هذا. وطي صوتك يا رجل، المصيبة. خليني شوف شو عم تعمل. أعطيني دقيقة. ترشيك عليك هون هيك بيروحني بيروحك. بليز فهمني، انت مش قدو. خليها تمرق الليلة على خير. بترشيك راح. هيدي قصة طويلة و عفيني لو سمحت. مش قلة ذوق، بس عن جد قصة طويلة ومفركشة مش قادرة احكي فيها. خلاص على راحتك. المهم انت بخير؟ كيف حاسة حالك؟ منيحة ان شاء الله؟ أنا لازم أمشي. لا لهون وبس. وانت يلي قلتيها لهون وبس وعم تردي بوشي كمان. ايه حقك تتضايق، وحقه جبل يزعل ويطفش من البيت، وكمان صخر حقه يقعد لحاله ما يحكي مع حدا. ولك وصلت مواصيلك تروحي لبيت عمك؟ ورحتي لعند هنائب رجليكي؟ لك هاي وحده مجنونه. ما رح تكون مجنونه اكثر مني. فعلا بهي معك حق، لانه ما حدا بيعمل عملتك. انت يلي عم تحكي هذا الحكي؟ ولمين امي؟ لمين؟ لالي؟ ولك حاجه تردي لوشي احسن ما اخفي لحسك. انت مالك عرفاني حالك شو عم تعملي؟ ليش رايحه لبيت عمك؟ رايحه تعتذري منهم؟ رايحه تبوسي؟
خالتي بعد قادرين نعمل كتير اشياء. انا بحس فيك منيح، انت مثل امي، ظلمتي وبقيتي لحالك مثلها. وعفوقة غريمني واحد. كرمال هيك انا هون، يا ريت تقبليني مثل ابنك، ايدك اليمين وسندك. اعطيني هالفرصة. شو عندك هلا؟ تحت امرك وقت اللي بدك. بدك تروح معي هالمشوار لبينما تشرب قهوتك كون غيرت تيابي. كيفك ريما؟ رينجو، اللي في شي صار شي؟ لا لا طمن طمن، بس الدكتورة نهى عايزتك ضروري. طيب يلا صرت عندك. شو يا غازي؟ قال صار لك أسبوع ما غمضت عينك، شو اللي قالك؟ صار لي أسبوع عم صرخ وما حدا بين منكم. وهي جيت لعندك شخصيا؟ خير شو بدك؟ بدي أعرف ليش نقلتوني؟ ليه زتيتوني بالإفرادة؟ ليه بعدتوني عن خلق الله؟ بدي أعرف شو عامل؟ شلاله ما كان التنفس الاصطناعي هلا صار فيه يتنفس لحاله. أجل شاهين أنا جنبك، شد حيلك. ها هلا بيرتاح. بشري الهيئة بلشت بوادر الاستجابة عنده. طيب شو هذا اللي عطيتيه؟ نحن ما صدقنا نطق. هيدي ردة فعل عصبية، لازم ضل مسيطرين على حركته باللاوعي تبعه. ما تنسى العملية كبيرة ومصارينه مخسرة، لازم نحميه. وقول الحمد لله بعد في أمل. إن شاء الله خير معلم. اهدى وفهم شو عم قلك، ما في حدا مزعوج منك ولا حدا مشتكي عليك. طيب فسري، بس ما ترجع تقول لي بعدين بتعرف. هيدي أسرار أمنية، بس إذا مصر رح كمشك راس الخيط، بس من دون شوشرة. أنا وعدتك ما بدي إلا ريح راسي. بس في ناس فاتوا على السجن من فترة، وهيدول عايزينك بالاسم. هيك وصلتنا المعلومات وإن شاء الله تطلع غلط. نيس مثل ماي، ما أنا بعرف حجار هالسجن حجرة حجرة. ناس بتعرفك وما بتعرفها، تاريخك زفت وأعدائك كتار. كرمال هيك شفنا نعزلك هالفترة خوفا على سلامتك. انت ردوني مطرح ما كنت، واللي بيقرب صوبي رح تقول له زلعوم. شفت ليش انت هون؟ مشاكل مش لصالحك يا غازي. اهدى وروق وكلها كم سنه ممكن تطلع بحسن سيري وسلوك. اما اذا رح تضلك حاط الشر بين عيونك رح تقضي كل عمرك هون وتندفن بحبسك. يعني ما رح تقول لي من مين خايف علي؟ مش ضروري،
المهم هلا رح تقعد هون هالفترة أأمن إلك ولغيرك. وتذكر المشاكل مش لصالحك يا غازي. فيا ريت تهدى وتتعاون معنا ونحن موجودين لحمايتك. عايزينك فوق سيدنا. مجوار يا مراحل. سوري عم بارح طلعت من عندك بدون ما اتشكرك. ولا يهمك، جيران لبعضها. ايه بس مش هيك، المهم اكون حرجتك او زعجتك. لا 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 ابدا. انت ساكن هون جديد؟ ما شفتك من قبل. ايه مزبوط، انا ما صار لي كم يوم ناقل لهون. منيح. عفوا؟ قصدي منيح لأنه المستأجرة اللي كانت قبلها كانت هيك ناشفة و ما بتعطي وجه لحدا. ستي الكمال لله. تشرب قهوة؟ عندك يعني؟ معك حق تخاف. خاف؟ إنه إيه بيتي بس بقلك صار بيخوف. شوفي أنا بتشرف والله، بس أنت عاطي الموضوع أكبر من حجمه. أخير إحنا جيران، واللي صار قصة بسيطة وصغيرة وخلص. إيه؟ إيه شو إيه؟ شكلك في حدا عندك. لا والله حدا عندي ما في أبداً. لكن شكلك بخيل وما بدك تشربني قهوة. بخيل؟ لا والله ما بخل، ما بخل، بس شرفي. أهلا وسهلا، شرفتي. قهوة؟ مش هيك اتفقنا؟ مزبوط. عايش لوحدك؟ ايه، شو بدنا نعمل؟ بدك تعمل بشو؟ انه يعني بيضطر الواحد مثل ما بتعرفي. جاي زيارة أو رح تعيش هون؟
زيارة. أنا ناطر عرض شغل وإن شاء الله خير. أهلك بالشام؟ إيه؟ أنا من الشام. لا أحزرت، ما كتير صعبة. بس بقصد أهلي كلهم هنيك فوق. يا ريتك جبتهم معك. كيف الوضع هلا؟ إن شاء الله أحسن. منيح منيح، عركة وعدت إن شاء الله. بكل الأحوال وقت بظبط شغلي هون شوف كيف بدي ظبطهم. أنت شو درست؟ سوري أنا عم بتدخل، بس قلت بركي بقدر ساعدك. لا 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 دونت سوري، أنا درست إدارة أعمال. إدارة أعمال في شركة فرنسية هون لها فرع، فعملت معنا انترفيو وناطر الرد إن شاء الله. بالتوفيق. شو صار بالقهوة؟ القهوة؟ إيه عجبك؟ شو نشفت المي؟ لا نسيت شعل تحت. عادة ننسى الركوة على النار بتقوم بتفوت، مش ننسى نشعل تحتها. ايه يمكن هذا عندكم بالمسلسلات. اي مسلسلات؟ انا اعلامية. بعرف بس يعني كله تلفزيون. ايه وشو بتعرف كمان؟ عن التلفزيون؟ عني انا. والله بعرف مثل ما كل الناس بتعرف. ايه بس في ناس بتكرهني وفي ناس بتحبني. لا انا ما بكرهك، بس ما بظن كمان يعني في حدا بيكرهك. يمكن يمكن لانك مشكلجيه نتوفه ففي ناس بيتزاولوا منك. يتزاولوا يعني ينفقسوا؟ بالاخير البشر بتلحق مصلحتها بس. اي والله هو شغل بيت. ايه هدول شغل امي، بتعرفي بحبهم بعتتهم معي. الله يخلي لك اياها، مبينين طيبين. بس كبلك؟ لا لا مرسي، خلينا على القهوه. خير الله كثير، امتى ما بدك احنا جاهزين. ليك ما كتير بتغريني لانه بكل لك اياهم كلهم بتضطر تروح على اخر الدنيا لتجيب غيرهم. معناتها انت بحياتك ما رحتي على الشام. كيف لكن اكيد بحبها كتير. ايه مش الشام قريبه، انت عم تقولي باخر الدنيا. ايه بهي معك حق، قلبي جبل. شو بكي؟ شو في؟ ولو دعست على القبر، ما بيجوز، الميت له حرمته. ايه ايه معك حق معك حق. يا ابو علي مريني يا كبيري. خلص يلي بايدك والحقني على المضافع عاوزتك. يلا عراسي. بيجوز بدها تخانقك لانك دعست على القبر. ايه ليك هيك نوع من برامج بده كتير اعداد وتحضير، ما فينا نفتح ملف ما نكون مأكدين من معلوماته، مشان هيك اوقات كتير منغير موضوع الحلقة ما منكون جاهزين. وفاء هلا اذا انت صار لك احضار الحلقة مهمني اعرف رأيك. اكيد لازم ان شاء الله،
بس بدي اياكي تنتبهي ما يصير معك مشاكل اكثر من المشاكل اللي صارت معك. شو قصدك؟ شبك انا ما قصدي شيء، وكنا عم نحكي عن هالناس هي اللي ما إلى مصلحة انك تفتح هيك مواضيع. اي مزبوط معك حق، بس انا بالنسبة لي مصلحة الناس قبل كل شيء. بدك رأيي؟ خلي مصلحتك فوق اي شيء. انت عن جد اذا حاملة هم هالمخالي وبدك توصلي صوته انتبهي على حالك منيح، حتى ما يخسروكي ويخسروا برنامجك. واضح انك بطيبة. هلا ليكي شوفي، ما مو جاملة انا دغري، ما بجامل. انت واصلة منيح وحتى عنا بيتابعوك. يا بالشام؟ بالشامكي بيتابعوك. ايه بس انا عم احكي عن هون، يعني اللي فهمته منك واللي انا بعرفه انه في ناس بيركبها 60 عفريت لما بتشوف برنامجك. شوف قديش صار لك بتعملي لهالبرنامج هذا؟ كتير وقليل صح؟ حكيتي بمواضيع يمين وشمال وعملتي شهرة وعملتي كل اللي براسك وحكيتي باسمهم وناقشتي همومهم، بس حالة الناس على الأرض كراسي. أنا بدي أعتذر لأن تأخرت ولازم أمشي. شكلك زعلتي نتوفة ها؟ لا والله ما زعلت، بس عندي موعد بالتلفزيون. أصلاً لما شفتك كنت ظاهرة. طيب على راحتك. مرسي على القهوة. بتشكرك كمين مرة. أهلا ومسهلا، شرفتي. تفضلي. مع السلامة. ما قلت لي شو اسمك؟ اسمي فادي. تشرفنا أستاذ فادي. أنا اللي تشرفت. أستاذ أم جمال، عم تحكي عن جد؟ ليش هذا وقت مزح يا أبو علي؟ العفو مش قصدي، بس لا بس ولا شيء. الأصول أصول يا أبو علي، هدول بيت أخوه لسلطان، يعني من العائلة. مثل ما بتريدي. وشو بدك نبعت له؟ هذا الظرف في معاه الشهر، وبدي تطبق لي كرتونة مونة فيها سمنة رز سكر زيت وخلافه، ما بدي ينقص عليهم شيء. بعد كل شيء عملوه معنا؟ ايه. ام شاهين هلا مره مقطوعه، ما بقي لها حدا، وصفياني هي وبنتها ريما بلا رجال. معك حق، رح اروح انا احضر الاغراض لكين. لا اوعك تروح انت او حدا من رجالنا. ومين بده ياخذ الامانه؟ دبر لك شي حدا غربت لي ما حدا بيعرفه. فهمت عليك، يعني اذا بتشوفني او بتلمح حدا من رجالنا ولا لا تزعبنا عن البيت. لا مو بس مشان هيك، أنا ما بدي حدا يفهمنا غلط. نحن عم نعمل المنيحة مع الله، بس إذا عرفت أم شاهين
انه نحن يلي عم نساعدها لح تفكرنا شمتانين فيها وعم نتحنن عليها بعد ما انكسرت شوكتها. كبيري كبيري وبنت اصول يا ام جمال. وقال من لما قتل شاهين منعوا عنه الزيارات، يعني لا بيشوف حد ولا حد بيشوفه. انا برايي هيك احسن. معقول هالحكي يا ابو احمد؟ معقول يخفوا عن غازي موت ابنه؟ ايه معقول. مش احسن ما يعرفه هو بالحبس؟ شو رح يستفيد من هالقصه غير القهر ووجع القلب؟ هيدا حكي يا ابو احمد، شو بدك منه؟ نايمة عليك. يخرب بيتك. هلا هو وينه؟ اجل سيارته وسافر اليوم الصبح. وبس يرجع كيف رح تقنعينه كل القصه كانت بالغلط؟ ما رح اقنع حدا. لما تطلع الحلقه رح يعرف لوحده انه غيرت الموضوع. لكن ليه هربت منه؟ ليه ما واجهتيه وقلتي له؟ لانه بوقتها ما كان رح يفهم انه كل يلي صار كان سوء تفاهم. لانه حضرتك نسيت تبلغي الاداره انه يوقفوا الدعايه مثل ما اتفقنا. عن جد سوري. أنا كان لازم أجي لهون وأترك خبر، بس صدقيني تفاجأت بالتغيير اللي صار وبعدين التهيت بتحضير الحلقة الجديدة لو ما عاد في وقت. خلص مشي الحال، مرق الموضوع. صحيح، ما سألتك كيف مرق؟ مش كنت بالبيت لما حكيتيني؟ وين رحت بعدين؟ اتركني ساعدك. عن جد؟ عن جد دين. مش اتفقنا نكون مثل الاخوة؟ اذا عن جد نحن مثل الاخوة وعن جد بدك تساعدني بتلبي لي هالطلب. طلب شو؟ عندي شرط انه الشيء اللي بدي اقول لك اياه يضل سر بيناتنا. سرك بيرغمي احكيه.